خلاص تعودنا عليه يا طير ما تعرفش طبزوا خلاص عرفت Thank you.
Готовь. قدامكم مسودة الانتخابات اللي مجلس انتقالي اللي مش عارف باش يصدر قانون كيف هذا وقرار كيف هذا يختار الشعب ويهمش الشعب. هذا معناه شو معناها؟ معناها نحن ردينا لعدم الشفافية، ردينا لعدم المصداقية. الكلام والشيء اللي قاعدين تشوفوا فيه هذا اسببها عدم الشفافية، اسببها ان اتخاذ القرارات يجي عشوائي. نحن شعب نبو الحرية، معناه نبو الشفافية ونبو حتى اختيار القرار. وأنا من وسط المجلس الانتقالي اللي يصدر في القرارات وقدامكم تفرجوا عليه معاش ينفع، والمجلس هو اللي يتحمل مسؤولية كل شيء وبشكل عنده العلم. حتى هي ما يقول لناش حرقنا لخربنا، هو السجل المدني قاعدين حمينا، السجل المدني قاعدين حمينا. ينقموها بأي طريقة. شكرا. نحن شباب ليبيا الحرة، شباب ثائر، شباب كيف الورد، زعلين من الجو اللي صار. نبو جيش وطني، نبو انتخابات، نبو أمن وطني. ما فيش ولا رغبة من اللي نبوه نحن صار منها مبكل. الشباب زعلوا وخشوا على المجلس، بس نحن مش راضين على التكسير وما نش راضين لأي حاجة. بس نبو حاجة واحدة، بس نبو المجلس يسمعنا. المجلس يحق فينا كل يوم وما درناش أي حاجة، لا درنا انتخابات، لا درنا لا دار دستور، لا حولوا غوقة. غوقة من الأيام عمر قاعد، هم يبيعوا في النفط وغوقة قاعد ويهدرز وجوه تمام، ونحن ما درناش أي لقطة غلط، عبارة عن عبرنا عن أنفسنا فقط. هم ما باش يطلع غوقة، ما باش يعطونا أي حاجة، ما باش يديرونا جيش وطني، يعطلوا فينا علاش؟ أنا واحد من الناس ثائر وكنت في جبهة، نبي جيش وطني، نبي نعيش كيفي كيف باقي الناس، نبي نعيش، نبي نشوف الناس عايشة بنعيش كيفهم. بس وصلنا مرحلة ما عادش فيها خلاص. الشباب زعلوا. مصطفى عبد الجليل كثر خيره، باهي باحث في الشعب. مصطفى عبد الجليل باحث في ميدان الشجرة، باحث في ميدان الجزائر، باحث في مصراتها، باحث في أي مكان في ليبيا. ما ظنش إنها تحك حاجة تزعلك، بالعكس هتلقى كلام سمح، هتلقى ناس طيبة. بس تعال اسمع وتعال شوف. بس شكرا، بارك الله فيك. حصر ليبيا من 54 ومن 43 وعقود وتعيينات قديمة. أي واحد يدور في حقه أو اسم رابع والله كذا يجي هنا ياخذ في مستند رسمي معتمد باسم الرابع. نحن نحمو فيه خايفين عليه لأن ضيع حقوق ناس. ملكيت حوشك أنت وحوشنا وحوش الناس هذول كلهم اسم جد الرابع. في سجلات، في رخص بناء، في رخص بناء، في
في خرائط، خرائط البنى التحتية، البنغازي كلها، الأبيار، العبورية، هذنا كل الخرائط بتاعهم، وأرشيف بنغازي كلها فيها سجلات المواليد والوفيات، عقود الزواج العبد حصل بالكامل قاعد هنا. حتى قرارات التعيين، العديد. أنا موظف هنا هي وأنا لديه منظومة السجل المدني بالأرشيف.
كل تسحب بنزينة حيف والله خوات الشهداء. يعني الحمد لله فقدت أنا بس ما فقدتش في شارع يا حيف، فقدت على السفاسة. ومطالبنا نحن يا را مطالب عادية يا حاج، انت بروحك صبيت في وسط التلفزيون وقلت الثوار في الشارع. بارك الله فيكم، كان اللي تحت منكم أبوما نشب بالله من أبوما أنا معرفي، بس ما فيه يا سي مصطفى، نحن كلونا، وأنت جيتني في المستشفى وقلت لي واحد اثنين ثلاثة، وجيتك لعند نياك، وبارك الله فيك، نحن المصابين والجرحى باين، والشهداء، معقول يا سي مصطفى؟ صبايا الشهداء يشحطوا بالشوارع، ما يجيش الكلام هذا، أمال علاش طلعنا نحن؟ بس دور العافية، أنت كوفري طرابلس في ناس حتى أنيا توا برا المجلس. يبي يسرقوا، لكن نحن الجرحى والمصابين ماشيين على عهد ماشيين عليه، لا طلعنا دقينا على حد، لا قلنا لحد رانا طالعين، ولا قلنا لحد رانا ماشيين، تمام؟ باهي، وما ايش طالبين لا فلوس ولا طالبين شيء، لكن اللي زي غوغا اللي تروح مع جماعه الاسره واللي يضرب فيهم بالسيارات واللي يدحرهم واس، الكلام هذا ما يمشيش معانا. لكن نحن في مصطفى الحاجه الوحيده اللي نبوها منا اشوف مصالحنا وشوف مصالح الشعب الليبي اول حاجه، والاسرى والشهداء والمجروحين اللي قاعدين توا مكتورين برا ما يطلعوش فيهم للمستشفيات حتى. ماشي الحال، هذه نقطه، طلعوا فيهم الفنادق اربع نجوم وخمس نجوم، ناس مكتورين هذوما يشوفوا لهم مفروض وباهي، وفي ناس يوم انخضر الرصاص بتاعهم مازال في ظهورهم. هذا حاولوا طيقة يموت في مستشفيات في المانيا، في دول تعالج الناس اظن. الله اكبر عليك. لكن نحن الله والنبي، الله والنبي. الله اكبر عليك. انت ما فيش منك اي غلط، بارك الله، انت على روسنا. الله اكبر عليك. على روسنا. كان لك الواحد، معلش يا سي مصطفى، كان لك الواحد داير لي لجنة هانية، داير لي منظمة هانية، داير لي تركية هانية، وداير لي عصابة وراه، الكلام هذا ما يمشيش، نحن معمر او ما طلعنا دسنا عليه. يدوخ العالم كله. ما طلعناش دقينا على حد ما ماشيين لان الكوري طرابلس. اليوم اللي جو في ناس قاعدين على الحدود بتاعها ونحن قاعدين ناكلوا الخبز اليابسه والخبيز والعشب. لان اخر الدنيا. الله اكبر الله اكبر الله والنبي الله والنبي الزمالي اللي تحت منكم انتم الاثنين لان قالنا ما نبغوا منهم عربي. اي واحد يدعى محمد ومن الزمن محمد ما نبوش. الله اكبر يا بكر الله اكبر. كاتبوا البلاد دقيقه بس، كاتبوا البلاد تمشي صح تمشي صح، نطفوا الزمالي هذوما ونحن معك بدور عاليه. الله اكبر. انا عندي الان في مصر دقيقه يا رب، انا عندي الان ما طلعتش معنا انا قدرت والله في التويات. تمام يا شباب تمام. انا نقول كم عشر تقول شهر واحد شهر اثنين شهر ثلاثه، الشعب اللي عند الان يجي عند المزرعه يقدم الشيك بتاعه يقول ما فيش فلوس. نحن ما نبوش فلوس، نبوش الارض هذه تمشي صح ونهضوها لفوق، ما نبوهاش نقطه، ما نبوش حد يجينا من برا، اللي يجينا من برا ندوسوا عليه اي مخلوق. الله اكبر يا استاذ مصباح بشير، نحن قضينا على الرمز الاكبر اللي هو القذافي، كان الرمز الاكبر للفساد، نحن الحمد لله قضينا عليه، ولكن للاسف الفساد ما زال قائم وازدان القذافي ما زالوا قائمين. نحن نطلب منك انت تتخذ الاجراءات السليمه انك انت تبعد ازدان القذافي عن حكم البلاد، وشكرا وبارك الله فيك. نحن معاك نحن معاك. هذا مسعود فنان الثوره يا حاج. احنا رانا سلطه تشريعيه، وانتم في الناس في الشارع تطالبوا فينا ما تدخلوش في الخدمه. نحن نوجه الحكومه كلهم الى اختصاصها،
انا لما سمعتكم يعني برضه ثلاث رئاسة الوزراء وغابت منا ثلاث اشياء مهمه. الشيء الاول ان اسر الشهداء حيدار المعاش 500 دينار شهري، وكل 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 عين عنده 100 دينار، يعني ما يبلغ في مقهر سنة. الله أكبر. أي واحد أقل من 15 سنة عنده 100 دينار زيادة على 500 دينار. قلت له أنا ما أقدرش نقول الكلام هذا، ما تقدر تقول قال يقول على مسؤولية، على مسؤوليته هو. أنا أقول الكلام هذا على مسؤولية رئيس الحكومة. شوية 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 كمل كلامه بس كمل كلامه يا أخي. وسع باشكم يا أخي. شو رئيس الوزراء؟ اسمع عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء الليبي. واعتقد كل حد يعرف تفاصيل الدم. سمعت لي سؤالك قلت له رئيس الوزراء، معقول الكلام هذا يعني اسال واحد من الحكومه؟ وعارفين الناس كلها ان رئيس الحكومه عبد الرحيم الكيب. رئيس الحكومه عبد الرحيم الكيب افادني بهذا الامر. قال نحن باذن الله تعالى شرعيا الان في اعداد مرتبات لاسر الشهداء 500 دينار و100 دينار عن كل طفل من الاطفال اللي هم من 18 سنه. يعني لعبه على الله لعبه على الله لعبه على المجلس بلا غير. لا يا رجل لا يا رجل لا مش لك يا دينالي الكلام هذا مش لك يا دينالي مش لك يا دينالي الله اكبر عشان خالد الله اكبر عشان خالد الله اكبر عشان خالد دعم نقدي مش دعم سلاح. قولوا انت ما تقدرش تروح
يا حاج مصطفى انت اللي تعلم مرتبات ونجم مكتب هذا من الغازي وشناك في مرة البلد على انت التخوين وعلي مصاصمين يا حاج والله ما الناس اللي مؤهله الماسونيه هذه راهي ماسونيه زعما